سوف نطبق اليوم استراتيجية الكنز في فصل تانية تعرف فلنبدأ. السؤال الأول، عرف مفهوم الكثافة السكانية. نسبة عدد السكان على المساحة. عدد العوامل المؤثرة في توزيع السكان في الوطن العربي. المياه والتربة والتضاريس والمناعة. سكان لبنان واليمن يفضلوا سكن الجبال، لماذا؟ يتركز السكان في المناخ نقط ونقط. في المناطق المضطرة. أيوة. أو المعتدلة. عرف نمو السكان. زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة. يزيد السكان في المناطق المعتدلة والممتدة. أيوة. اللي فيها مطر والتربة الخصبة. أعرف مفهوم الكثافة السكانية. نسبة عدد السكان على المساحة. سكان لبنان يفضلوا سكن الجبال، لماذا؟ لأنها